برلاتينيوم هيبقى ماتش صعب. طبعا احنا رايحين نكسب ناخد الثلاثة بونت. احنا فكرنا كله ان احنا نوصل اول يعني. فاعتقد ان احنا رايحين ان شاء الله باجتهاد وتعب ان شاء الله نقدر نجيب الثلاثة بونت. طبعا اتظلمت ماتش النجم الساحلي، ما تستحقش اصلا انذار يعني كورة. بس الحكم ظلمني جدا يعني. لكن الحمد لله ماتش وعدى، وان شاء الله اللي جاي نركز فيه ونحقق حاجه كويسه ان شاء الله. لا يعني هو قال لي ان هي ما تستحقش حتى انذار. فيعني قال لي ما تضايقش نفسك، لان انا فعلا كنت يعني داخل في حاله، كنت متضايق جدا بعد المباراه وكان باين عليا. فهو قعد معايا وكده وقال لي لا ما تتضايقش وكده، انت مش غلطتك، لان غلطه الحكم وكده، هو اللي عمل كده. فالحمد لله يعني عدت على خير، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. يعني هو ده اللي بقول لك عليه، ان المنافسه قويه في المجموعه. فاعتقد انك لازم انك تجيب الثلاثه بونت دول عشان تستريح في بعد كده. طبعا مش هيبقى في راحه، لكن على الاقل تبقى على الاقل ضامن مكاني. بالظبط كده، ضامن مكاني يعني. والله هو الخط الهجوم بتاعهم كويس جدا، وفي لعيب في نص الملعب كويس جدا. هما فرقه كمجمل فرقه كويسه جدا، لكن اعتقد القوه بتاعتهم في الهاف ليفت والهاف رايت والفيرود بتاعهم ولعيب ديفندر. طبعا في خبرات معانا كتير يعني، في لعيبه كتير لعبت افريقيا كتير، وليد سليمان وحسام عاشور وشريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد فتحي، ولعيبه كلها خبرات. فاعتقد ان شاء الله ان بالخبرات اللي موجوده في الفريق ان شاء الله نقدر نعدي الماتش اللي جاي باذن الله على خير. مستر الفايلر ما اتكلمش على ماتش افريقيا لسه. احنا خدنا راحه بعد الفتره الاخيره كان فيها ضغط ماتشات. فاعتقد هو حب يدينا راحه يومين ان احنا نستريح، نبعد عن الكوره شويه. الانتصارات المتتاليه دايما بتديك دفعه لقدام، وانك مش عايز خلاص يعني، بيبقى عندك هدف تاني انك تحقق ارقام قياسيه. وفي الحته التانيه طبعا انك بيسبب عليك ضغط انك النادي الاهلي، انت مش هينفع تخسر يعني. فهي ماشيه على الاثنين يعني. يعني النادي الاهلي دايما بيحارب على رقم واحد، على فاحنا كلنا بنحارب على رقم واحد، وان شاء الله نفسنا ناخد البطوله ديت عشان نفرح جماهير النادي الاهلي اللي دايما ورانا وبتسند اللعيبه. فاعتقد ان احنا هنحارب ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله. لا الكلام ده مش مظبوط يعني. احنا السنه اللي فاتت الدوري كنا متاخرين عليه، كنا فرق 11 بونت تقريبا عن المنافس التقليدي بتاعنا نادي الزمالك، وفي الاخر الحمد لله خدنا بطوله الدوري. فاعتقد لسه بطوله الدوري لسه مستمره لغايه لما تتحسم رسميا. والله انا الحمد لله مبسوط جدا بالثقه اللي هو مدهاني، وان شاء الله ابقى الفتره اللي جايه على قد الثقه ديت، واحاول ان انا اجتهد واتعب، وان شاء الله ربنا يدينا على قد تعب ان شاء الله.